انتبه على حالك. الكاسة. ماما راح المحامي؟ ايه تعال حبيبي خلينا نحكي مع اخوك. يلا يا روحي. انتي منيحة كتير، أعطيتوني أحلى هدية عيد ميلاد فأكيد منيحة. ما بعرف إذا رح تصدقي، بس لو كان عندي فرصة أختار ما بعرف، يمكن أنه تضربني سيارة أو أني إجي أحضر حفلتك. تأكدي ما كنت رح إجي. اتأكد أنه أنا كنت رح أعمل نفس الشي. رح أعمل كل اللي فيني عليه ورح طلعك من هون عن قريب، بوعدك بهالشي. وبعيد ميلادك الجاي إن شاء الله بتكوني نسيتي كل شي صار معك. ما بدي شي من هالدنيا غير تفوت على السجن أو إنك تموت. سيلين سكوت، خلاص خراس، مو حابة أشوفك عم تمثل دور الضحية حسن. هي إذا اسمك حسن، لأنه أنا ما عاد صدق شي. حسن هذا اسمي اللي سموني إياه أبي وأمي، ومثل ماني واثق باسمي كمان واثق أني رح طلعك. فيك تصدقي وفيك لا. مو مشكلة، البنت عندي ما حدا فيها خدها من هون، الباقي عليكم انتو مثل ما بدكن بصير. هلا اجى دور الاستاذ حسن، جيبه. معلم حاسبه بعد ما نخلص. دوكان حبيبي حسن رد علي، وينك انت؟ اوف امي، عم تخوفي حالك على الفاضي. صدقيني بكره الصبح بيجي هو وجوكان، اكيد بيكونوا سهرانين. لا حبيبتي، معقول يكونوا سهرانين؟ مو شايفه حالتنا؟ إذا حابب يسهر ما في مشكلة، بس مو بهيك وضع. أنتي معك رقمه كمان؟ طبعاً لكان بنتي، أنا أمكن، يعني النفس اللي بتاخدوه لازم كون عرفانة فيه. ما عم برد، أنا رايحة. لوين؟ رح دور على حسن. أمي إيه؟ الدنيا نص ليل، وين بدك تلاقي؟ لا تعذبي حالك أمانة. بروح لعند صياد السمك اللي أخذنا لعنده جوكان، بروح لهنيك بلكي عنده. شو بده يعمل عنده بمثل هالوقت؟ أكيد بيكون في حدا هنيك بنتي. شو أعمل، ضل قاعدة وناطرته وقلبي على نار؟ بدور هنيك، إذا ما شفته بروح على المخفر. المهم ارجع مع حسن. ديري بالك على أخوكي. جوكان انت شو عم تعمل؟
شو عم تعمل إلي؟ جوكان ليش عم تفك لي إيدي؟ ليش عم تفك لي إيدي جوكان؟ فك لي إيدي أنا كمان. إيه والبنت؟ حسن امشي معي هلا. يلا هو ناطرك. تعال معي وما تكتر حكي فهمان؟ يلا. جوكان وصل لك سها عامل حالك ندمان؟ ليكك بينت على حقيقتك. حسن مثلك مثل غيرك بكره بتشوفوا يا كلاب. جوكان عيونكم بتطلع عليها. جوكان شو بدك حسن شو؟ على اساس نحن رفقات واتفقنا انه هالبنت ما رح يصير لشي. انت ليش كذبت علي؟ طيب ماشي فهمنا. سعيد زلمة مجرم، أما أنت اللي خدعتني. حسن مثل مو شايف البنت منيحة ومو صاير لشي، يعني ما حدا تأذى، وبفضل إنك ما تحكي بهالطريقة قدام المعلم. بالزور خليته يروق، بدي تحكي منيح معه. طلع فيني. ليك أخي أنت ما بتعرفه لهالزلمة، بيعطي قلبه للي بيحبه بس بياخد قلبه وروح كل واحد ما بيحبه. فأنت أي واحد حابب تكون؟ أنا بدي أختار الشي الصح جوكان. أنا كل عمري وأنا بعمل اللي بشوفه صح وبس، ورح ضل هيك دايما. حابسين على البنت جوا وهي رح تنفجر، هذا الشي صح برأيك؟ عم تحسسني إني تعرفت عليك بالجامعة. شو الصح اللي عم تحكي عنه؟ لازم تفكر بحالك قبل كل شي أخي. يلا أمشي، المعلم ناطرة، لا تخليه يعصب أكتر. مين انت؟ مين انت؟ شو مفكر حالك؟ انا كنت واضح وقلت لك شرطي من الاول اخي، اتفقنا انه ما حدا يلمسها للبنت. شو دخلك؟ شو دخلك؟ لا تفكر لاني رح اعمل اللي رح اقوله. حكي واضح. ليك أخي أنا ما بدي أذي حدا أبدا. أنت غالبا شكلك لهلأ ما بتعرف بشو ورطت حالك. لا بعرف منيح. أنت عامل نظام آمن لإلك، بس أنا ما بيناسبني. أنا بفكر وبعارض كمان. حسن كأنك عم تقلي أوصني. رصاصة واحدة حسن، قرر وين بدك تكون. بفضل اني موت بدل ما اكون انا السبب بموت بنت ما لازم. يعني رح تضل على رأيك؟ انت ادرى كرمالي معلم. بعد ابني حسن وجوكان هون. شي مين انتي خالتي وشو عم تعملي هون؟ انا امه لحسن، هو هون. انا ما بعرف وينه يا خالتي. طيب بلكي في حدا جوا بيعرف وينه. استني خالتي بس لأسأل اخي سعيد. خلص انا بسأله لسعيد مو مشكلة. خالتي وقفي شوي بس ثواني. حسن هون شي؟ مساء الخير. مساء النور. أنا عم دور عليه، هو هون شي؟ لا ما نو هون. طيب جوكان؟ اثنيناتهم مو هون مدام. طيب مين أنت؟ أنت اجيتي لعندي لتحققي معي؟ لا بس أنا عم دور على ابني وما عم لاقي. طلع هو وجوكان من الصبح ليدوروا على شغل، وبما أنه جوكان اللي بيشتغل هون فهنن هون يا أما رح يجوا لهون. We'll be right back.
سكوت، سكوت كرمال أمك. إذا حضرتك مو مصدقتيني دوري. لا تترددي، المكان قدامك. شوفي بعينك إذا كان ابنك أو كوكهان موجودين هون. مساء الخير ابني، أنا أمه لحسن. هو هون؟ لا، مين حسن؟ طيب جوكان؟ والله ما بعرف، أنا من ساعة أجيت خالتي. يا شباب شفتوا لي حسن أو جوكان؟ لا ما شفنا حدا. حسن عم قلك رجع لجوا، فوتوا لجوا. لقيتيهم؟ دورتي منيح ما؟ لا مانن هون، بس بما انن مانن هون ليش خليتني دور على الفاضي؟ يعني مشان ترتاحي. واضح انك خايفة عليه. بس حسن بخليك تشوف المكان اللي راح يشتغل فيه ابنك. غلطت بشي؟ بفهم منك انه حسن بلش شغل؟ طبعا. جوكهان اللي كفله، وجوكهان مثل ابني بوثق فيه. يعني حسن صار هون. لا تواخذني، ليش ما حكيت هالحكي لما فتت وخليتني دور؟ يعني خليتني خاف. بس منيح، خلي حسن يندعيك شوي. عفوا، أنا اسمي جولبري سعيد. أنا آسفة، لا تواخذني أزعجتك. معناتها أنا رح روح على المخفر. ما في داعي، هدول شباب بيكونوا سهرانين بشي محل، بلاقيه وببعت لك إياه. أنت روحي وارتاحي هلأ، خلال ساعة بيرجع. معلش خليني أدور بلكي برتاح. مدام هلا بسأل الشباب عن جوكهان ومين رفقاته، وقت أنا أعرف عنه شي ببعتهم يجيبوه. إذا ما إجوا خلال ساعة روحي على المخفر. تمام، رح أنتظر، بس ساعة مو أكتر. شرفت بمعرفتك. وأنا أكتر، أهلا وسهلا فيكي. لا تؤاخذني، بعتذر. غير ثيابك وروح على البيت، ما بدي تشك. ما تواخذيني أمي على التأخير. أوعك ترجع تعيدها مرة تانية. تصبحوا على خير. تلاقي الخير.
سعيد تركك بحالك لأنه اضطر يتركك، بتعرف هالشي ما؟ لك مع مين عم احكي أنا؟ على فكرة حكيت معه قدامك، ولا يهمك أنا ما رح أتدخل، طمن بالك، شفت بعيني الزلمة مجنون، تعلمت درسي. طلع فيني حسن، أنا ضليت سنين بالسجن وشفت ناس أشكال ألوان وتعلمت منه، مبين من عيونك إنك ما نسيت القصة، عم تفكر بشي حل مشان هديك البنت. لا أخي ما في هيك شي. لكن قلي ليش قلت لها للبنت إنك ندمان؟ جيت تواجهه لسعيد وفجأة تراجعت، حطيت خطة ما؟ في شي ببالك؟ مفكرني غبي لصدقة؟ جوكان أنا رايح نام، تصبح على خير.
خير شو بدك يا شاب؟ شو بدك من الصبح؟ ما قدرت نام، قلت لأجي وساعدكم بلا ما يقول أخي سعيد إني قصرت. أي منيح، فوت. أنا بدي أوصل على المأوى شوي وبرجع. أحمد مع البنت، ساعده وفتح عيونك. تمام أخي. أنا أجيت لطالعك من هون، تمام؟ رح فك الحبل وبعدين بنطلع من هون سوا، أنت وساقي فيني. ما عم تضحك علي ما هيك؟ لما بعطي وعد بوفيه. يلا تعي تعالي، انتبهي شوي شوي على مهلك. تعي امسكي ايدي شوي شوي. تعي معي، تعي بسرعة سيلينا، بسرعة 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 امشي. يا شباب لوين؟ انت فوتي لجوا بلا مشاكل. يلا يلا خلصيني تحركي وإلا رح تنقذوا اتنيناتكم. ماشي سيلين، روحي سيلين، روحي بسرعة، اركضي. وقفوا لك. هربي سيلين. تعال. سيلين انت منيح؟ منيح، انت منيحة؟ يلا خلينا نمشي، يلا بسرعة بسرعة. تعالي شو
شو بدنا نعمل؟ لا تقلي ننط بالبحر. لا تعي. لك شو عم تعمل؟ تعي أنا رح أمسكك. تعي. تمسكي. تمسكي. ما بتعرفي تشغله وما نقلنا ولا يهمني. أنا كل عمري وأنا باخذ قوارب جدي منه. بعتذر منك. أنا اللي بعتذر. آسف ما تأخذيني، أنا غلطت، لسه ما تعودت إنه معي حدا. طبعاً معك حق، أنت ما تواخذني، نحنا كمان صرنا مفكرين حالنا ببيتنا. لا تفهمني غلط، بس مو مطولين هون، بس أمي كانت بحاجة شي يسعدها. لا لا بالعكس، البيت صار كتير حلو بعد ما أجيته. أول مرة فوت على المطبخ وبلاقي الأكل جاهز، يعني الخرابة تحولت لبيت عيلة. شو بده الواحد أحسن من هيك؟ يا ريت يضل هيك، منا أنكم ما تروحوا أبداً. فيكي شي؟ عمره للصبي 17 سنة، 17. كيف قدر ياخذ البنت ويروح؟ ها؟ قلي كيف؟ بالنسبة لهلأ شو؟ طلع أذكى منكن وأقوى منكن كمان. يلا حضروا حالكن. يلا بدريه. وينو حسان؟ شفته فاق قبلي بس ما عم لاقيه هون. معنو بالبيت، فكرتك انت بتعرف وينو. على الاغلب راح الشغل بكير. يلا بشوفك بعدين. سلام. ها صباح الخير ابني. صباح النور خالي. ابني لا تواخذنا، امبارح الاولاد غيروا لك الديكور. لا ولا يهمك، بعدين أنا قلت لك اعتبري البيت بيتكم. تسلم. صباح الخير يا حلوة، لازم روح على شغلي، لا تخليني اتأخر. إذا فيكي أنتي طعمي لجم، أصلاً أنتي بلشتي بالفطور. حبيبة قلبي ما أحلام. رح أقلي بيض بس ما لقيت غير هدول والخبز. إيه وإذا حبيبتي نشكر الله. كلي لقمتين قبل ما تروحي. لا معلش حبيبتي مو قدرانه، كلوا انتو بس لا تتأخروا. تمام حبيبي جان. يلا قوم على الفطور، اختك عم تقلي لك بيض. حاضر ماما.
بحبكن كتير أنا. انتبهوا على حالكن. إيه؟ أنا رايحة. الله معك أمي، انتبهي على حالك. ونحن منحبك ماما. مرني مالين. ليش ما عم ترد علي؟ لأني بالبيت وبتعرف كيف الوضع عندي. وين هالكلب حسن؟ اللي وين؟ ما بعرف مالين، اليوم ما شفته. أنا وثقت فيك، سلمتك يا إلك يا كوكهان. أكيد هو جاي لعنده، ما بيطول. إجا وراح. بعدين أخذها للبنت. كيف؟ السريع بدك تجيب لي هذا الوطي لعندي. إلا ما عمله. انتشروا، بعتوا خبر لعناصرنا اللي بالشارع، خليهم يفتحوا عيونهم. بتجيبوه ومع البنت. يلا. شو لساتك خايفة مني؟ خايفة منهم؟ لا تخافي منهم أبدا، أنا هون معك، ما رح أسمح لأي حدا يأذيك. قلي أخي. وينك يا غبي؟ وين البنت؟ يلا قلي. معي. حسن لا تتغابى أكتر. بتجيب البنت؟ الشغلة مانا مسحة؟ رح أخذها لعيلتها. لك سعيد رح يقتلك وقتها. تعرف شو سويت يا فهمان؟ اسمعني جوكان، أنا ما بدي أكون بهاللعبة الوسخة أبدا. أنتوا قدرتوا تضحكوا علي، فهمت؟ ما بقبل ساوي هيك جريمة مثل هاي. نسوى قل له هيك. حسن لك أنت ما عم تفهم شو عم أحكي؟ والله هذا الزلمة بينهيك. يلا تعال بسرعة قبل ما يشوفك. ما بيهمني هذا الحكي، أنا ما بخاف من حدا أبدا، وأمي وإخواتي بأمانتك. وعم حذرك، اوعك تخلي سعيد يقرب من عيلتي، عم تفهم؟ وكمان قل له بعد ما سلم هاي البنت رح سلمه حالي ليصفي حسابه معي. اللي عم تعمله غلط، حاج تخبص رح يقتلنا بسببك. وينك انت؟ لك الله يلعنك. جولاق يلا بعد صوره، وبدي اياك توزع رجالك، لازم نلاقي لها الغبي فورا. القصة مانا لعبة.